بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخليله، إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها بتوفيق الله عز وجل وعونه. يمكنكم المشاركة والسؤال عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم أيضا التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، ومتابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك. ورد إلينا سؤال مكتوب على صفحة البرنامج من السائلة فاتن، تقول: السلام عليكم، أنا نبي فتوى على حلف الزوج على الزوجة بالطلاق بالثلاث على العودة للعمل، بعد ما حلف ندم ويبيها ترجع لعملها، نبي فتوى في هذا الموضوع. هذا الموضوع يعني للأسف انتشر انتشارا كبيرا، كثير من الحالات تأتي إلى دار الإفتاء وإلى المشايخ، وعبر هواتف المشايخ، سواء على الشاشات المرئية أو على الهاتف الخاص. كثير من الناس يسأل عن الطلاق، وما هذا إلا لكثرة هذه المشكلة التي تحتاج إلى دراسة وتمعن وإيجاد حلول لهذه المشكلة التي تسبب خللا وفسادا كبيرا في المجتمع. الطلاق شرعه الله عز وجل لحل العصمة، يعني الإنسان يجلس ويفكر جيدا قبل أن ينطق بلفظ الطلاق، فإذا علم أن لا سبيل إلى التوافق بينه وبين زوجته، يعني لقى أن ما فيش سبيل للتوافق، والزوجة كذلك يعني لقوا أن ما عادش يقدروا يستمروا في الحياة مع بعض، بعد ما يفكروا تفكير بروية وينظروا لمصلحة الأطفال وغيرها من المصالح الأخرى، بعدين كان أقدموا عليه الطلاق، معناها لا يوجد حل إلا هذا، أفضل من أن يعيشوا في جحيم فيلجأان إلى الطلاق. لكن هذا أمتى؟ هذا يكون بعد تفكير وبعد روية وبعد استشارة وبعد تجربة ومحاولة التغيير من كلا الطرفين. لكن أن الإنسان يبدأ يلعب بالطلاق لعب، هذا يسمى يمين الفجار أو يمين الفساق، وهذه الأيمان بالطلاق تدر الديار بلاقع، يعني الإنسان لا يلجأ إلى هذا اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما يحلفش لا بطلاق ولا بغير طلاق. إذا حلف بالله فإذا حنث أعطى كفارة يمين وانحلت القضية، يطعم 10 مساكين وينتهي الإشكال. لكن الطلاق يعني يلعب هو وصديقة، أو يتخاصم هو وجارة فيحلف بالطلاق، ما دخل الزوجة اللي جالسة في البيت الآن حتى تلعب بعصمتها يعني تدخلها فيما يعني لا مدخل لها فيه، ولا حتى فيه مشكلة بينك وبين زوجتك تمشي مباشرة تحلف بالطلاق، وبعدين يندم ويذهب ليبحث عن فتاوى، فإذا أفتي بالطلاق ذهب ولجأ إلى فتاوى شاذة وضعيفة لبعض أهل العلم، المهم باش يحصل كيف يرجع الزوجة. إذن لماذا تسرعت وأطلقت لفظ الطلاق من الأول؟ يجب على العبد أن يتقي الله عز وجل في هذه العصمة، هذه مش لعب، هذه جدهن جد وهزلهن جد، ما فيهاش هزل ولا فيها رجعة ولا فيها مزحة. هذه لفظ الطلاق لما يصدر ما عادش يعني يمكن الرجوع فيه، فأنت هذا الزوج اللي حلف أنك ما ترجعيش للعمل حلف على ذلك بالطلاق بالثلاث، هذا عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة لو رجعت للعمل فقد حرمت عليه، لأن الطلاق يمضي ثلاثا، الثلاث تمضي ثلاثا، مدام هو قال
لفظ الطلاق ويعني قيده بالثلاث، معناها لو حنث في هذا اليمين بحيث أنك رجعتي للعمل وقع عليه الطلاق ثلاثا، وبالتالي ما عادش تحلي ليه حتى تنكحي زوجا غيره يعطيك حقوقك وتمشي في حالك وتتزوجي غيره. فإذا طلقك ذلك الزوج ليس بناء على اتفاق سابق وإنما قدرا هكذا طلقك، فبإمكان الزوج الأول أن يرجع، لكن هكذا يعني لا نجد لك فتوى إلا بعدم الرجوع للعمل. كان رجعت العمل ينفذ الطلاق ثلاثا، بل أكثر من ذلك كثير من المناطق في ليبيا يستخدموا في لفظ علي اليمين، فيقول هو اليمين بالثلاثة واليمين من بيتي ومش عارف كذا، يحلف باليمين، واليمين يساوي لفظ الطلاق تماما، لأن العرف جرى بذلك. العرف في عند الليبيين أن اليمين هو الطلاق يساوي الطلاق، فما عادش يحتاج إلى نية نقول له إذا كان ناوي اليمين شن تقصد به اليمين، لأن أصبح في منزلة الصريح كأن حلف بالطلاق، فاليمين يساوي الطلاق في العرف الليبي. فإذا حلف باليمين أو بالطلاق ثلاثا فقد وقع عليه الطلاق ثلاثا، وحرمت عليه زوجته التي كانت تحل له. وهذا يعني له من الأدلة الشيء الكثير، وهو مبحوث في كتب أهل العلم، وعلى ذلك جمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة أن الطلاق الثلاث يمضي ثلاثا. ومع هذا نقول للأخت بإمكانها أن تذهب إلى دار الإفتاء إذا كانت في طرابلس أو أحد فروعها، وتذهب هي والزوج ويعني يسأل المشايخ هناك، لأن المقابلة في الطلاق أفضل، وإن كان هذا الأمر أعتقد أن محسوم ما دام هو قال ثلاثا، لكن هو الطلاق بصفة عامة يتعلق بالأعراف ويتعلق بالنوايا، فمرات ما يكونش اللفظ صريح يكون لفظ كنائي، فيحتاج أن ينوى الشخص، والطلاق بيد الرجل والعصمة بيده، فهو المسؤول عنها. لما يعني ما تسألش المرأة وتصدق وبناء على ذلك تعطى فتوى، بل يسأل الرجل، فإذا أقر بذلك نجز عليه الطلاق، وإذا لم يقر بذلك فالقول قوله وإن كان كاذبا إلا إذا بانت قرينة تدل على كذبه. فالمهم أن يحذر الإنسان من التساهل والتسرع في لفظ الطلاق حتى يحافظ على بيته وعصمته. معنا اتصال الأخ فتحي من طرابلس. نعم يا أخ فتحي تفضل. بارك الله فيك شيخ، الله يرحم والديك حفظكم الله. بارك الله فيك وإياكم. شيخ أنا عندي سؤال، الله يرحم والديك، أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. نعم. وإحنا معروف بنا في نادي الكوثر، الله أمرنا بالنحر ونعرف أن الإبل هو اللي ينحر. نعم. والباقي الأنعام هي تذبح تذبح. يعني بجواب على ذلك بالله يرحم والديك. إن شاء الله يا أخي فتحي إن شاء الله. بارك الله. بارك الله. الأخ فتحي فصلي لربك، هذا في هذه السورة يمتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق وسيدهم على الإطلاق، فيمتن عليه بأنه أعطاه نهرا في الجنة اسمه الكوثر، ويرتب على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر لله عز وجل وإقامة الصلاة والنحر له سبحانه. والتعبير بلفظ النحر يعني هو ليس حصرا على الذبح، وإنما المراد به الذبح تقربا إلى الله عز وجل، يعني إهراق الدم بصفة عامة، إهراق الدم تقربا إلى الله عز وجل، هذا هو المراد، سواء كان ذبحا أو نحرا. ولكن وإن كان النحر في الإبل والذبح في الغنم، لكن هو المراد به بصفة عامة لا على وجه خصوص النحر، وإنما المراد به إراقة الدم تقربا إلى الله عز وجل وشكرا له، لأن المناسب للنعمة الشكر. فالنبي الله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه نعمة ثم أمره بشكرها، والشكر يكون بأنواع العبادة. نعم معنا اتصال الجعفري من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله مهدي لي بيه. بارك الله فيك، اللهم آمين وأصلح ذات بينهم. نعم. يعني في الأمور التغيير اللي فيه التغيير واجب، وفيه عندما
قام بعض الليبيين بالتغيير وقالوا لكن مشكلتهم قالوا نبغوا زي دبي. وكان نبغوا قالوا نبغوا زي عهد عمر بن عبد العزيز او عهد الامويين. لكن هم قالوا نبغوا زي دبي يعني شركات امريكيه ويهوديه وقواعد امريكيه وبارات وكذا، وهذا غلط من الليبيين لان نيتهم كانت بعض النيات فاسده. نعم. هو قالوا نبغوا زي عهد عبد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بارك الله فيك يا خلجاف. ايه وهذا خلط معناه يبغوا المباني العاليه زي الامارات وقطر اذا تطاول الرعاة الحفاة في البنيان فانتظر الساعه. وهذا غلط من الليبيين المفروض قالوا نبغوا عهد كويس زي عهد عمر بن الخطاب او عهد عمر اي عهد كويس هيك فيه العدل وفيه الامن وفيه الرجال مش اشباه الرجال وفيه نعم. ما فيش عماله. صدقت يا اخي الجعفري بارك الله فيك. الله ربي يهديهم وان شاء الله يرجعوا الى القران والسنه ومنهج الصحابه. اللهم امين. حتى منهج عمر بن عبد العزيز سنتين لكن ما شاء الله امنوا ورخاوا. اي نعم صحيح. اما عهد الأمة العلمانيه والامور هذه الثانيه راهو فعل للفساد وقال الشيخ الالباني كل ما بني على خلاف الاسلام فهو فاسد ويثمر الخراب والدمار. جزاك الله خير يا اخي الجعفري وصلت رسالتك ان شاء الله. معنا الاخت هدى من ترهونه. نعم أخت هدى. نعم أخت هدى تفضلي. معنا اتصال. اتصال من زليتن. أخت صفية. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت شيخ بنسألك على عمل المرأة في مستشفى في الليل في قسم النساء كطبيبة تشتغل. أي نعم. ومع العلم في دكاترة يعني تخدير ودكاترة رجال. أي نعم. وعندي سؤال ثاني تقديم امتحان معلمين. سؤال ثاني؟ هو التقديم على امتحان المعلمين لدائرات تبع حكومة الوفاق هي حكومة غير شرعية، فش نحكم أن نقدم عليها وفي نفس الوقت لو ما قدمتش عليها تخسر عملتي. اي نعم، إن شاء الله تسمعي التعليق إن شاء الله. لا شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الأخ أبو الزبير من بنغازي. نعم أخ أبو الزبير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ كيف حالك؟ بارك الله فيك يا أخي. يا شيخ لو نحن عفوا لو نحن مثلا شكرت إنسان عرفت له الفضل علي. هل فضل علي دولة ولا هل تعتبر عبادة له؟ الشكر هل يعتبر عبادة ولا لا تقصد؟ لو نحن مثلا قلنا يعني في المنطقة الشرقية فهمت علي؟ إيه. لو منطقة الشرقية فضل الله ثم خليفة حفتر خلوه تعتبر عبادة له هذه؟ اي نعم. تعتبر عبادة ولا مش عبادة؟ نعم تسمع التعليق ان شاء الله يا اخي ابو الزبير. معنا الاخت امينة من طرابلس. الو. اي نعم اخت امينة تفضلي. اي نعم. نعم أخت أمينة تفضلي. أيوة مساء الخير. تفضلي. نعم أخت أمينة تفضلي. أيوة مساء الخير. أسمعيني من التلفاز يا أخت أمينة باش ما يتكررش الصوت. نبي أسمعيني من الهاتف مش من التلفاز. نبي ألو. أي نعم أي نعم. نسألك على صيام من غير شرط جوز. الصيام من غير هذا فرض ولا نفل؟ لا مش فرض. تطوع. ايوه اي نعم. عندك ايه. سؤال اخر. وجوز يكون يعني مش موجود عرفت مش يطلع الصبح يخدم يروح في الليل. اي نعم اي نعم. ومرات يمنع فيه على الشهوة. اي نعم. من غير سبب يعني. وخدمة المرأة أن تخدم في يعني مدرسة ولا أن تعيين جهة وهيك يعني منعني من شيء هو هل هو حرام أم لا؟ أي نعم تسمعي الإجابة إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله من طرابلس. السلام نعم عليكم. الأخ عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ نبي نسأل على سجدة الشكر. نعم. هل يجوز انك تكون متوضئ ام لا؟ في سجدة الشكر. نعم. مش التلاوة الشكر مثلا لعيب الكورة عندما يسجل الهدف ويسجد سجدة. نعم.
تمام واضح ان شاء الله يا اخ عبد الله. معنا الاخ احمد من طرابلس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب وحيا الله علمائنا الاجلاء علماء ليبيا الخير. حياك الله وبارك بارك الله فيك. وبارك الله فيك ونسال الله ان يبارك في علمائنا وبقياده مفتي الديار الله يحفظه ان شاء الله. بارك الله فيك، اسال الله ان يبارك. الله يحفظك ان شاء الله شيخنا، شيخنا كثر هذه الايام التطاول على العلماء وخصوصا علماء بلادنا الحبيبه والمشهود لهم على مستوى العالم بالعلم والنزاهه والخير، وبالاخص امامنا الشيخ الصادق الغرياني. نعم. فبالله عليك يا شيخ بين للناس هذه الكارثه التي يقعون فيها، وهي سب العلماء والتطاول عليهم وعدم احترامهم، وللاسف انهم تجدهم يسبون العلماء وياخذون العلم من اشباه يعني المتسلقين على العلم. نعم. اللي هم كثروا هذه الايام يعني خصوصا عذرا يعني بالكلمه خصوصا اتباع التيار المدخلي، هؤلاء الذين عاشوا في البلاد فسادا وافسدوا المساجد وافسدوا حتى على الناس حياتهم ودينهم. فنسال الله يعني الله من البدايه يعني يا ريت يا فضيله الشيخ يعني توضح للناس هؤلاء عظم وجسامه هذا الخطا الذي يقعون فيه هذه الايام. بارك الله فيك شيخنا وحفظك الله من كل مكروه ان شاء الله وحفظ الله علماءنا الاجلاء. بارك الله فيك يا اخي. الأخ الجعفري يخبر عن واقع أليم ومرير فعلا، هو أصلا سنة الله عز وجل هي التغيير. يعني خلنا نأخذ اتصال أبو محمد من الخمس. السلام عليكم أخي عبد الرحمن، كيف حالك؟ وعليكم السلام، أهلا أخ أبو محمد، كيف حالك؟ طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي هذه القناة الكبيرة، القناة الكريمة، القناة المجيدة. وإياك، بارك الله فيك يا أخي محمد. أسمعنا من الهاتف يا أخي أبو محمد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر سلطان العلماء المفتي الكبير الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. اللهم آمين، بارك الله فيك. وأن يجزيه عن الليبيين خير الجزاء. اللهم آمين. والله ما عرفنا التوسط ولا عرفنا العلم ولا عرفنا يعني العدل الا من خلال كتب الشيخ الكبيره التي لها مكانه في قلوبنا. بارك الله فيك. نسال الله ان يحفظه وان يحفظ جميع اخواننا في دار الافتاء. واياكم، بارك الله فيك. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك الشيخ عبد الرحمن والشيخ عصام الخمري وجميع الشيوخ المباركين. واياك، بارك الله فيك ورفع. ونريدك ان يعني نريدك ان تنبه على الموضوع الذي السائل الاخي الذي قبلي. نعم. بالله يا اخي نريدكم ان تشدوا على هذا على على على, على هذا على هذا السؤال وعلى هذه الظاهره التي خرجت في بلادنا، ما كنا نعرفها يا اخي. نعم فعلا. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم وبارك فيكم ان شاء الله. واياك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الاخ الجعفري يتكلم عن التعلق بالدنيا وما له من اثار سيئه. نعم، سنه الله عز وجل التغيير، ولا يعني ما يدومش الملك ولا السلطان ولا الدوله لاحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حقا على الله عز وجل ان لا يرتفع شيء الا وضعه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عند يعني جمل يسابق به، وكان ديما يسبق لين جاء اعرابي فسبقه. فالصحابة تأثروا من الموقف هذا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني إحنا كليبيين مفروض نتقبل سنة التغيير، في سواء في ليبيا ولا في غير أي واحد يؤمن بقدر الله عز وجل يعلم أن التغيير أمر قدره الله عز وجل، فلا ينبغي الاعتراض عليه. هذا أول شيء. الناس اللي ما زالت إلى الآن متمسكة بالعهد الأول والدير في مقارنات، هذا أمر قدره الله، ما عادش نبغوا نتناقشوا فيه. الآن الجديد شني أنت قدمت باش تصلح وتطور البلاد، هذا هو اللي يكون النقاش فيه. الناس لما قامت وخرجت على نظام القذافي كان عندها دوافع مختلفة، في ناس كان عندها يعني دوافع سياسية يعني تبي تحكم، كان ما عندهاش كيف يحكم الآن يبي يحكم، في ناس كانت مشردة في الخارج تبي ترجع لبلدها، في ناس كانت تشوف المال يوزع في إفريقيا وفي كل الدول وهم جعانين هنا في بلادهم، وفيه ناس قامت لأجل إعلاء كلمة الله.
في ناس قامت لأن القذافي تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، تطاول على مقام النبوة، وقال والعياذ بالله قال محمد غير يشفع في روحه، وأنكر قال هذا خراف عليه صلاة الاستسقاء والكسوف وغيرها، وقال الحجاب هذا من عمل الشيطان، وهذا كله مثبت وموجود في مقاطع فيديو كان يتلفظ بها يعني 36 مسألة كفره بها أهل العلم، مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة. الرجل كان يتطاول على الإسلام وكان يعني يعتدي على ثوابته. في ناس خرجت لأجل هذا، اللي خرجت لأجل هذا ما تزعزعتش إلى الآن ولم تندم، لأنها خرجت لله وتبتغي ثواب الله عز وجل في هذا الخروج. لكن الناس اللي خرجت لأجل الدنيا لما جاعوا الآن وشافوا الفتن قالوا والله وين احنا، الأول كان قبل خير. والناس العلمانيين اللي جايين لأن ما حصلوش مكان مع القذافي للحكم، وهذا حال بعض المعارضين في الخارج، يعني هو يبي يحكم لا يدور في الشعب ولا واجع حال الشعب، فناضم مع الثورة هذه ليجد مكانا له، فلم يجد فأصبح يعني يسب الوضع ويعني لا يعجبه. عموما زي ما قال الأخ الجعفري مفروض ما فيش تعلق بالدنيا، حتى الناس نبوها زي دبي، أعوذ بالله ما نبوها زي دبي، والله ينعيشوا على الكفاف ولا تكون يعني قبلة للبغاء والفساد مثل ما نشوفه في دبي والإمارات، بل مش قبلة للفساد والبغاء بس، بل هي يعني مركز للتخطيط للإطاحة بدول الإسلام اللي حتى تخدم على الإسلام من بعيد، وهذا عياذا بالله أن مسلم يتمنى أن تصير بلده كهذه. لكن الإنسان يتمنى أن تصير زي ما قال البلد كما كانت في عهد عمر رضي الله عنه، يعني مش هو واقع، لكن يتمنى أنه يقارب، أن زي عهد عمر هذا شبه مستحيل، لكن الإنسان يسعى إلى هذا، واللي حصل بعدين يبارك الله عز وجل. ما قلنا في حلقات سابقة الله عز وجل يخبر في كتابه ونحن مؤمنون موقنون بصدق كلامه سبحانه، يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش أنت تبي الخير وتبي البركات وتبي الثراء وتبي الدنيا، خذها بالآخرة الدنيا، أصدق مع الله عز وجل وإلجأ إليه وأخلص النية له. إحنا نبو بلادنا تقيم شرع الله، ما نبوش بلادنا يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتطاول فيها على الشرع وعلى ثوابته ويكرم فيها أهل العلم. بعدين جيل أخرى الدنيا جي يعني توابع لي بعد هذا القصد، وهذا لا ينافي الإخلاص، لكن أن الإنسان يجعل قصده الدنيا هنا تكون الكارثة، فيسلمه الله عز وجل يوكله إلى نفسه فيهلك، زي ما نشوفه في واقعنا التعلق بالكفار بدءا من التعلق بالنيتو والاعتماد عليه إلى بعدها التعلق بدول الكفر والأمم المتحدة هي اللي تقرر المصير. لو جلس الليبيون لوحدهم بمعزل عن هؤلاء الكفار لاجتمعوا ولتنازلوا لبعضهم ولوصلوا إلى رأي وسط يجمع بين الفرقاء المتخاصمين. لكن هذا ليس دائما، مش ديما نقول لا، لابد من السعي للإصلاح أولا، لكن اللي يشق على الإصلاح ويتعنت ويتمنع ويظلم الناس هذا لابد من الأخذ على يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالمة ثم لم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وهذا واقع نشوفه فيه. أخطأ راسي وقص فيه ظلم قايم تكلم، لا والله أنا ما وصل فيه شيء، لا سيعمنا الله عز وجل بعقاب من عنده، وهذا مشاهد مثل ما نشوفه فيه الآن. لابد من الأخذ على يد الظالم، لابد من نصرة المظلوم. صحيح الصلح والتوافق هو الأساس وهو المطلب الأول وهو السبيل الأولى، لكن إذا لم يمكن السبيل هذا وتعنت الظالم وتمنع وأبى فلا بد من الأخذ على يده، فإن لم يؤخذ على يده فسنة الله عز وجل التي لا تتخلف أن العقاب سيعم كل متخاذل. وإحنا كم تخاذلنا عن نصر المستضعفين بدءا من نصرة المستضعفين في قنفودة ثم نصرة المستضعفين في درنا، الآن الذين يتباكون في طرابلس وفي أماكن أخرى لم نسمع لهم صوتا في درنا التي دمرت الآن لا لشيء إلا لأن أهلها يرفضون حكم العسكر. دمرت قنفودة قبل ذلك وسمعنا أحد كهولهم الظلمة يقول أي واحد يعني 17 ولا 14 سنة فما فوق اقتلوه. هل هذا بالله هذا سلوك ثم يسكت الناس هنا ويرجون أن الله عز وجل
سيرفع عنهم يعني سيرفع عنهم المحنة وأن الله عز وجل سيكتب لهم الخير. لا والله، إذا يعني تخاذلت عن نصرة أخيك فثق أن الله عز وجل سيخذلك وأنه سيعمك بعقاب من عنده، لأن التخاذل عن نصرة المظلوم له آثار وخيمة نعيشها. لا، نسأل الله عز وجل أن يفرج عن الليبيين وعن كل المسلمين ما هم فيه، وأن يهلك الظلمة، وأن يعين الناس على أن يقفوا للظالم ليحجزوه عن ظلمه. الأخت صفية تقول عمل المرأة في المستشفى في الليل. المرأة يعني إذا كان في العمل تأمن على نفسها وما فيش خلوة بالرجال، يعني دكتور التخدير ولا كذا لا يختلي بها، بل فيه مجموعة من النسوة ومجموعة من الرجال، وابتعدت بقدر ما تستطيع عن أماكن الاختلاط بالرجال، فلا بأس سواء كان العمل بالليل أو بالنهار، فإذا وجدت بالنهار فهو آمن لها وأسلم، فإن لم تجد فعليها ألا تختلي، فعليها ألا تختلي بالرجال، وأن تبتعد عن مواطن الفتنة والريبة، لكن أنها تشتغل مع الممرضات ولا تختلي بالرجال، فلا بأس وبلباسها الشرعي ومن غير زينة، يعني الضوابط المعروفة للخروج والعمل. نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. الهداية سار صدري، هو مبتدا أنسي وعمري، فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاها مشي. يا نفحة القرآن فوحي، عطرا على قلبي وروحي، يا بلسما يطوي جروحي، لولا الهداية ما ارتوي. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سؤال الأخت صفية الثاني تسأل عن التقديم على امتحان المعلمين، وتقول أن هذه الحكومة هي حكومة غير شرعية. نعم، هذه الحكومة غير شرعية، وهي في حكم العدم بناء على إبطالها بقرار المحكمة العليا اللي هي أعلى سلطة في سلطة قضائية في البلد، حكمت بأن البرلمان كالعدم، فبالتالي ما نتج عنه من اتفاق الصخيرات وغيره كله كالعدم، هذا دستوريا. لكن إن تمكنت حكومة الوفاق وجعلت الامتحان، فالإنسان يقدم على الامتحان لا باعتقادي أنها حكومة شرعية، لكن باعتقاد أنها أمر واقع، فيقدم في امتحان المعلمين حتى لا يخسر عمله. الأخ أبو الزبير من مغازي يسأل: الشكر هل إذا شكر الإنسان إنسانا قدم إليه معروفا هل هذا يعتبر عبادة له؟ لا، ليس عبادة. الشكر للمخلوق بقدره وللخالق بقدره. الشكر يكون عبادة إذا صرفه الإنسان لله عز وجل، فيعني شكر الله الإنسان شكر الله عز وجل على سرائه وضرائه، فيكون عبادة له سبحانه. لكن كون الإنسان يشكر المخلوق الذي قدم إليه معروفا فهذا لا بأس به، بل هو يعني من المستحسن ومن المروءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني الإنسان اللي قدموا لك معروف فإذا شكرتهم هذا يعني من باب الشكر لله عز وجل الذي هيئ هذه الأسباب، هذا من حيث الجملة. لكن أنت أردت أن تلبس يا أخ أبو الزبير، فجعلت السؤال هذا لتصل به إلى شكر
يعني الأسير خليفة حفتر وتقول هذا قام في بنغازي، ماذا فعل لكم في بنغازي يا أخ أبو الزبير؟ خليفة حفتر دمر بنغازي، خليفة حفتر قتل خيرة أبنائها، خليفة حفتر دمر معالم بنغازي، خليفة حفتر زرع الضغينة بين أهل بنغازي ويعني سبب شرخا اجتماعيا. الله أعلم، الله أعلم متى يتم إصلاح هذا الشرخ. هل يعتقد بأن الجار يحرق بيت جاره ويستولي عليه؟ وهذه وقائع وقفنا عليها عيانا، يعني يطرد الناس منها بحجة أنهم دواعش وهو يكذب، يعرف نفسه أن لا دواعش لا شيء، لكن حسدا من عند أنفسهم، لأن الله عز وجل يعني من على هذا الشخص وأعطاه المال فبنى بيتا جميلا، يطرده جاره منه ثم يستولي عليه ثم يبيت فيه. بالله عليك كيف تبيت في بيت مغتصب؟ حتى صلاتك فيه فيها نظر، بل حتى أولادك كيف يبارك الله عز وجل فيهم، كيف يبارك لك الله في حياتك، بل كيف تنام هنيئا مرتاحا وأنت تستولي على أملاك الناس وأرزاقهم؟ هل تعتقد بأن الله عز وجل لن يعاقبك على هذا الظلم؟ لا والله، انتظر عقوبة الله اللي يستولي على أموال الناس وأرزاقها ويفتر عليهم ويعمل القتل فيهم، والله ليبشر بعقاب الله عز وجل له في الدنيا قبل الآخرة. ما تستناش في الآخرة تقول تو نمشي في الدنيا وبعدين سهل، لا والله العقاب معجل في الدنيا وسترى بإذن الله عز وجل. العقاب هذا وعد الله عز وجل ما يتخلفش، العقاب سيأتي لكل من ظلم في الدنيا، ستعجل له العقوبة. لكن المشكلة ليس المشكلة، ربما يحاول الإنسان الإصلاح بعد أن يعني بعد أن يأخذ الله عز وجل هذا العجوز الخرف اللي سبب الفتنة، ربما بعدين يصلح الحال ويجلس الفرقاء. لكن كيف بتطلع الضغائن من قلب من حرق بيته وهجر وقتل أبناؤه؟ هذا كيف يعني كيف بتساوي بينهم؟ هذا تشكره على هذا، كان بتشكر على هذا، معناها راجع عقلك يا أخ أبو الزبير. الأخت أمينة من طرابلس تسأل عن الصيام من غير إذن الزوج وهو غير موجود، تقول هو عنده يخدم في الليل، يخدم من الصبح إلى الليل ويعني يمنعها من الصيام، ليس له أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، وزوجها حاضر، يعني إذا كان زوجها غير حاضر فليس له أن يمنعها، لأنه يمنعها لحاجته بها، هو من حقه أن يمنعها عن التطوع بالصوم لأنه يحتاجها، لكن إذا كان هو لا يحتاجها غير موجود فليس له أن يمنعها ولها أن تصوم ولو من غير إذنه إذا كان هو مش موجود. تسأل عن خدمة المرأة معلمة، عمل المرأة لا بأس به بشرط أن تبتعد عن الاختلاط وأن تخرج في حجابها الشرعي ولا يبدو منها إلا الوجه، لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، فإذا غطت وجهها وكفيها كان أفضل، ولا تضع الزينة حتى تفتي، ولا تتطيب وتتعطر حتى لا تفتن غيرها، فلا بأس إذا خرجت وهي تفلة يعني في غير زينة ولا تعطر، فلا بأس بأن تذهب إلى العمل معلمة أو ممرضة بشرط ألا تختلي بالرجال وألا تضع نفسها مواضع الريبة والتهم. الأخ عبد الله من طرابلس يسأل عن سجدة الشكر، هل يجب لها الوضوء أو لا؟ علماؤنا المالكية لا يرون مشروعية سجدة الشكر أصلا، يقولوا الشكر لله عز وجل بسجدة هو ناقص، وينبغي شكر الله عز وجل بركعتين كاملتين، فيقولوا أن الشكر يكون بركعتين ما يكونش بسجدة أصلا، فليس لها، ليس لسجدة الشكر وجود عند علمائنا المالكية على المشهور في المذهب. لكن بعض أهل العلم يرى جواز سجدة الشكر، فمن رأى جوازها يعني أوجب لها الوضوء قياسا على الصلاة، من رأى جواز سجدة الشكر فيعني يشترط لها الوضوء. بعض أهل العلم يعني لا يرى سجدة التلاوة ولا سجدة الشكر، يعني يرى بأنه لا يجب لها الوضوء ولا استقبال القبلة أصلا، فيعني يتوسع في هذا الأمر. لكن زي ما ذكرنا احنا مشهور المذهب هو أن السجدة لا تشرع، وإنما يشرع صلاة ركعتين للشكر لا سجدة واحدة. الأخ أحمد من طرابلس يتكلم عن موضوع كبير جدا يحتاج إلى حلقات، وهو التطاول على العلماء. العلماء هم عقول الأمة،
والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. العلماء هم عقول الأمة الذين يفكرون لها والذين يقيمون شرعها والذين يحذرونها من مواطن الغضب التي يغضب الله عز وجل بها على الأمم. العالم هو المرشد الدليل لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى الناس قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. النبي صلى الله عليه وسلم هو الهادي لأمته، والعلماء هم الورثة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالإنسان أن يتطاول على أهل العلم، لأن التطاول على أهل العلم هو تطاول على العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ عبد المنعم من تاجورة. نعم أخ عبد المنعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يسعدك، الله يجمعكم جميعا وإياكم ويجمعنا وإياكم في الجنة. إياكم آمين، بارك الله فيك. الله يحفظك من قضية، نتكلم على قضية الكنوز الصلوات. يعني للأسف يعني توقف الكنوز في كل المساجد يعني. يا أخ عبد المنعم الصوت مشوش، أنت تتحدث عن القنوت؟ القنوت نعم. القنوت في صلاة الصبح ولا قنوت النوازل؟ لا المهم يعني أنا أتكلم في البداية خاصة قنوت صلاة الصبح. أي نعم. لكن الآن يعني ما أحوجها إلى قنوت النوازل، لا أتوقع أن المساجد الآن لا هذا ولا هذا. أي نعم. نعم أخ عبد المنعم، إن شاء الله حسب ما فهمتك أنك تتكلم عن القنوت، وإن شاء الله تسمع التعليق. معنا اتصال الأخت حياة من الخمس. نعم أخت حياة تفضلي. معنا الأخت هدى من ترهونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي شيخ النبي نسألك عليه، تاركين الصلاة، تارك الصلاة، تاركين الصلاة لدي درس يكون ضوي عليه، تاركين الصلاة هذا لا يصلي مطلقا ولا يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ يتحرك لا ساكن في الصلاة، يتحرك لا ساكن يا شيخ، ما يصليش أبدا، لا يسجد لله سجدة، ما يصليش كإلا في فريضة. إيه نعم، ولا كأن في فريضة لا سكن. إن شاء الله تسمعي ومعنا تراجع إن شاء الله ربيعي. أنا الحمد لله ربي. إن شاء الله تسمعي التوجيه يا أخت هدى. معنا الأخت حياة من الخمس. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك وكل عاملين معك برنامج. الله يبارك فيك وحييك أختي حياة، تفضلي. الشيخ بنسألك ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف؟ هذا الأول. ذهي سؤال الثاني، من لم يعترف بظلم الظالم هل له من عمله شيئا؟ لم يلحق الإثم من عمل الظالم أم لا؟ وبارك الله فيكم. معلش معلش يا أخت حياة، السؤال الثاني لو تعيدي. السؤال الثاني، يعترف بظلم الظالم، كيف لم يعترفوش بظلم حقر؟ هل لهم من وزره حق شيئا أم لا؟ يلحقهم اللي يرفيه ولا لا؟ نعم إن شاء الله تسمع. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معنا الأخ علي من الخمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول حاجة الشيخ نحييك وبنحيي العاملين في قناة التنصح. الله يحييك وبارك الله فيك. أول حاجة نسألك على قول الله تعالى ولا تأخذ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما تكتمون شيئا. نعم. هذا في اللي يجي في الصداقة ما شو كيف يعني؟ إيه نعم. وتو حتى نقولك على يعني العلماء، وفي علماء يعني عند في ناس عندهم الغلو في العلماء يعني يقولك ابن عثيمين وعلى الشيخ والثلاث مشايخ سمي هلك، بعدين يقولك ما فيش غيره، يقول أنا في علماء المغرب العراوي في ليبيا. لا يقول لك هذا يوسف كلك، يقول لك اخواني وحده، بعد ما فيش حاجه في السنه اسمها اخوان، لما ننكد على الكلمه هذه، لان اي واحد يتبع السنه راه كلمه اخواني ما فيش في السنه له. وبارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم. واياك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا الاخت حليمه من مزدة. ايوه خيرك حال الشيخ. بارك الله فيك، تفضلي. الشيخ عندي سؤال، حمايه معك بقصدي فلوس.
1600 جنيه. وحنا يتوفى وقعد عند بوي الفلوس. وبعد ابوي توفى امي تصرفت فيه اعطتها لاخوي. باهي هم فلوس حنا كاظم اعطتهم لابوك هبه قالت له تصرف فيهم ولا قالت له دسهم لي؟ لا هو هي لا قاعده ما قالت له تصرف فيهم انا هو داسن عنده وخلاص. ايوه ايه وبعدين امك اخذتهم تصرف وبعدين امي بعد توفى ابوي امي تصرفت فيه اعطتها لاخوي. اي نعم. واحنا عندنا خوت معناها من البو عندنا ورثة معناها ندي شيخ شن الحكم معناها؟ يعني هن دين على امي ولا على ابوي ولا كيف؟ لما اخذاهم بوك كان عنده اخوت واخوات و ايه عنده اخوات واخوتين من بوي وامي ومن بوي بس معناها. ايه ما هو هذا المال اصلا لحناك باهي وبعدين المال هذا يقسم بين اولادها وبناتها، زوجها كان حي هي حناك هذه؟ لا متوفي قبلها. متوفي مخلي ابوي عمر 10 سنين. ايه خلاص اذا هو معناه بياخذوه اولادها وبناتها هي مش اللي من البو، اولادها وبناتها هي بياخذوه بيقسموه ال 1600 فيما بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. تقسموا ال 1600 بينهم، نصيب بوك هذا ليك انت واخوتك ينقسم بينكم حصته، والباقي نصيب اعمامك وعماتك لازم يوصلهم. لأن هذا يقعد لا ما عنداش خوت لا أخوات قصدي. ما قلتي عنده خوت وأخوات؟ لا أخواتي نيه أخواتي نيه لا مش خواتك لا أخواتي نيه من بوي لا مش خوتك. هو هذا مال جداك وبعدين جداك من خلت من غير بوك؟ بوي بس ما عنداش خوت ما خلت أخوات. إيه خلاص هذا المال له وبعدين كم أنتم أولاده وبناته وزوجته أمك عندها الثمن من المال هذا يعني تقسموا 1600 على 8 اللي يطلع تعطيه لها وبعدين ما يبقى من الثمن تاخذوه للذكر مثل حظ الانثيين. البنت عندها حصه والولد حصتين. واخوتي اللي من بوي معناه عندهم ايش فيه؟ هذا مال بوك ولا؟ ايه هو مال حناي وحناي خلات لبوي وبوي إيه خلاص بدي مال بوك وحتى هم عندهم لان ابوهم عندهم في حصه. ما هو احنا يا شيخ خايفين يصير المشاكل عرفت كيف ما عرفناش كيف نصرفوا هنقول لهم عليه هذيك امك اخوتي الثانيين فبتقول لهم تاعي المشاكل ومتاعي لا 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 ما هذه مش حجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له مظلمه لاخيه من مال او عرض فليستحلها الان قبل ان لا يكون هناك دينار ولا درهم. تستحل تو وتتخالص تو خير من يوم القيامه. ما هذه مش حجة، لازم تقولوا لهم إن قعد مبلغ وتصرفنا فيه جهلا إن نعتقدوا إن عادي، لما سألنا الشرع قالوا لنا هذا عندهم فيه حق فإحنا نبون نخلصوا حقنا تعطوهم حق. أيوة ما زلنا في التطاول على العلماء. الأخ أحمد ينبه على هذا الأمر وذكرنا بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل العلم بل الله عز وجل أثنى عليهم وأخبر أنهم أحق من يخشاه إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنه كلما كان الإنسان أعرف بالله كان أخشى له كان أشدهم خشية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما والله فإني أتقاكم لله وأخشاكم له. علاش النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشاهم؟ لأنه أعلمهم بالله، والعلماء الذين هم أعلم بالله هم أدرى بحدوده، لكن الناس للأسف كانوا فيما سبق يعلمون حرمة الدين. لما هو يعظم العالم ويحترمه مش لشخصه لما يحمله لأنه يعظم الشريعة التي يحملها هذا العالم، فكان العالم يفض النزاع بين المتخاصمين. وإذا ثبت الحد في الأرض وكثيرا ما كان الناس يتخاصموا على الأرض، وإذا ثبت الحد بينهم خلاص يقولوا هذا رأي الشرع، ما عادش يقولوا هذا رأي فلان، لأن عارفين لا يتكلموا برأيه وإنما يتكلموا بشرع الله عز وجل، فيمتثل الناس له. وامتثالهم له ليس كما يروج البعض إن هذا حكم المرشد وأن دولة دينية. هذا يا ناس احنا مسلمين، نحن مسلمون، إذا كنا مسلمين فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير أمور الدولة الدينية والدنيوية، كان يسير أمور الحرب ويعني كان يستخدم السياسة الخارجية فيتحالف مع بعض القبائل ولا يتحالف مع بعضها ويشن الحرب ويقرر السلم ويقرر المصالحة. هذه كلها أمور تخضع
الدين، ما فيش، ما عندناش احنا علمانية لاش ندخل الشيخ في هذا ومفروض ما يتكلمش في السياسة. هذه كذبة كبيرة يحاول أن يروجها العلمانيون ليفسدوا على الناس دينهم. الدين منهج شامل لحياة الإنسان، ينظم حياة الفرد في نفسه، وينظم علاقته مع ربه، وينظم علاقته مع أسرته، وينظم علاقته مع المسلمين، وينظم علاقته مع الكفار، وينظم علاقته مع أولياء الأمور اللي عنده. فالإنسان الإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها. ما فيش حاجة اسمها ما فيش دين في السياسة، ما فيش دين، الدين ما فيش سياسة، هذه كذبة كبيرة. الدين شامل لكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية، الدين لم يترك شيئا. فالعلماء لهم أن يتكلموا في كل ما يبدر، لأن كل ما يبدر له رأي شرعي. ما حكم هذه الحكومة شرعية ولا لا؟ ما حكم ما فعله فلان؟ هل جائز ولا مش جائز؟ كل هذا يعني تحت شرع الله عز وجل. ما فيش حاجة اسمها برا دير الدين في الجامع وخلي الاقتصاد يتعامل بالربا، وخلي المعاهدات الدولية اللي تخالف شرع الله عز وجل وغيرها، هذه كلها يعني ليس من دين الإسلام في شيء. بل الإسلام زي ما ذكرنا دين شامل، وإنما يكره الناس العالم إذا لم يوافق هواهم. شوف الناس العامة هذا، إذا كان أنت تبي توافق هواهم وتفتيلهم زي ما يبوا، يرفعوك فوق رؤوسهم ويقولوا هذا هو العالم حقا. لكن أول ما تخالفهم في شأن معين تقولهم لا هذا هيك يخالف هواهم، يقولوا لا والله فلان لا يعرف، ويمشوا لشخص يتبع هواه ليفتيهم بما يهوون، ثم بعد ذلك يرفعونه فوق رؤوسهم. فلا تدوم الرفعة لأحد إلا إذا انسلخ من دينه ووافقهم فيما يريدون. أنت ذكرت مثال، والأخ أبو محمد أيضا ذكر الشيخ الصادق الغرياني. الشيخ الصادق الغرياني المفتي، مفتي البلاد، هذا أصلا لم يضع نفسه مفتيا، وإنما أهل العلم اجتمعوا وأقروا له بالفضل ونصبوه مفتيا على البلاد، وهم أدرى بمن يستحق هذا المنصب. الشيخ الصادق شيخنا هذا له إصلاحات كثيرة من قبل، لما كان في نظام القذافي كان يتكلم على الشاشة جهارا نهارا عن الصوم وعن الفطر وعن السنة وعن تعظيم السنة، وكان يعني ضيق لأجل هذا الأمر، ومنعت دروسه وأخرج للإذاعة بعد دعوة الإصلاح، ثم منع منها أخرى، وكان يتكلم على الربا الذي يجري في المصارف. والشيخ الصادق ومن معه من أهل العلم هم من وضعوا المرابحة الإسلامية ليوجدوا للناس حلا، ليجدوا للناس حلا شرعيا بعيدا عن مسألة الإقراض بالربا. والشيخ الصادق الآن في كل حلقة من الحلقات يدعو الناس، علاش تورطوا في الناس، يدعو المسؤولين في الحكومات المتتابعة، يقولهم سهلوا على الناس أمور دينهم، لا توقعون في الربا، لا توقعون في أكل المال الحرام. الشيخ الآن يأتوا يديروا خدمة تداول مش شرعية ويقولوا لا دوروا لها راي، يجيبوا خدمة سداد وهي أيضا غير شرعية ديروا لها راي. قالهم الشيخ نحن نعطيكم حلا للأزمة السيولة بأسرها، فعلوا النظام الإلكتروني ونقعدوا كلنا نشرب البطاقات، وبالتالي يتساوى البيع بالبطاقة مع البيع بالكاش، ومعاش نبي سيولة. أنا إذا كان بإمكاني أني نشري كل شيء من التاجر بالبطاقة، والتاجر بإمكانه أن يشتري من التاجر المورد بالبطاقة، فلماذا نحتاج إلى السيولة، ولماذا اختلاق هذه الأزمات؟ الشيخ يقرر حلولا شرعية للناس، لكن الناس يحاربونه، والإعلام يشوه سمعته. وكذلك هذا يعني ليس جديدا، بل هو سنة الله عز وجل في كل مصلح. قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وحرضوا عليه السفهاء والأولاد ليرموه بالحجارة في الطائف، وقالوا عنه ما كلنا نعلمه. كذلك ضرب الإمام مالك، وسجن الإمام أحمد، وضرب أبو حنيفة. هذا شأن أهل العلم الصادقين الثابتين الذين يعني لا يداهنون في دينهم. أما الذين ينسلخون من دينهم ويبيعون دينهم لأجل دنيا غيرهم، فهؤلاء لهم الخسار في الآخرة ولهم الدنو في الدنيا، وإن ظنوا الرفعة مؤقتا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شيخنا الصادق الغرياني، وأن يحفظ كل علماء ليبيا الصادقين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يهدي الناس الذين لا يعرفون قيمة علمائهم
الذين يرفعون في المغرب العربي وفي أماكن أخرى، ولكن للأسف زمار الحي لا يطرب كما قيل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور.